حبايبي، طلبة الصف الأول الإعدادي، من الحاجات اللي بتلخبط الناس جدا هو الرقم ده لما بيجي مع سنتيمتر أور متر. يا ترى أختار متر ولا سنتيمتر؟ طبعا معظم الناس هنا بيتلخبط على الأمر لأنها ما بتركزش في موضوع البوينت، النقطة اللي موجودة بين الواحد والخمسة وسبعين. لأنه لو جاب لي البوينت دي، النقطة دي، يبقى معناها إن أنا المقياس بتاعي هنا هو المتر، يعني المتر. أما لو ما جابليش النقطة دي شكل الجملة التانية كده، فأوعى تقول متر أبداً، لأن مش معقول هقول إن محمد صلاح طوله 175 متر. يبقى لو ما فيش بوينت أوعى تختار متر، لأن هيبقى المعنى كده إن محمد صلاح طوله 175 متر. يبقى في بوينت على طول هختار متر، لو ما فيش بوينت على طول هختار سنتيمتر. يبقى في الجملة الأولى هقول محمد صلاح is 1.75 meters tall، but in the second sentence في الجملة الثانية هقول محمد صلاح is 175 centimeters tall. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.